السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في احسن الاحوال. اذا اليوم ان شاء الله راح نديرو وصفه خفيفه ظريفه لعشاء يكون خفيف بزاف، اللي هي هذا الطبق بزاف شباب وبزاف بنين. ويلا معايا مع الوصفه. لهذه الوصفه لازم لنا البصل، حبه تاع بصله نقطعها قطع صغيره، لازم لنا فلفل اخضر نقطعه قطع صغيره ايضا، لازم لنا فلفل اصفر او احمر اللي عندك، ولازم لنا حبه نتاع طماطم نقطعها الى قطع صغيره، لازم لنا ثلاثه نتاع البيض يعني مقدار نتاع مقلاه متوسطه الحجم، نضيف لها قليل من الملح وقليل من الفلفل الاسود. في مقلاه متوسطه الحجم هنايا نديرو البصل نتاعنا ونديرو الفلفل الاخضر، ونحطو ايضا الفلفل الاصفر، تقدروا تعوضوا بالفلفل الاحمر او ديروهم في ثلاثة، يعني يجو ايضا بنان بزاف ويجو ايضا يعني يجو بزاف ملاح. هنا نخلو الكل يعني يطيب شوية، ومن بعد هنايا راح نضيف الطماطم. الطماطم نضيفوها من بعد لانها هي تطيب يعني بالخف، فمن الاحسن نحطوها من بعد. وهنا نديرو التوابل، تبلوها باي تتبيله بغيتو، انا درت ملح وفلفل اسود فقط. ومن بعد بطبيعه الحال نزيدو قليل من الثوم، الثوم اختياري تقدروا تستغنوا عليه، ونخلو كلش يعني يطيب حتى كلش يطيب. من بعد اللي يطيب راح نوخروه من المقلاة، وراح نحطو فيها قليل من الزيت، ونحطو هذاك البيض اللي كنا خلطناه من قبل ونحطوه في المقلاة كما راكو تشوفو. هنا نستنو فقط يعني يطيب شوية من تحت حتى اللون تاعه يتبدل، ومن بعد راح نضيفو الإضافات نتاعنا. يعني الخليط الأول هو خليط الشكشوكة نتاعنا، وهنا تقدري تضيفي أي إضافة بغيتي تضيفيها. أنا ضفت فقط جبن المكعبات، ضفت قليل من الجبن المبشور، موتزاريلا، شادر، ايدام، اي حاجة عندك. ومن بعد كي نشوفوها طابت لنا من تحت راح نقلبوها بهذه الطريقة، ونقدو نعاودو نقلبوها على الوجه الاخر. انايا ما قلبتهاش على الوجه الاخر، خليتها فقط هكا، ومن بعد نقصولها فقط من الحراره ودخلوها تطيب عقلها حتى ولا خرج هذاك اللي شفتوه دركا، معليش لانه راح يطيب، كلش راح يطيب، ولكم الاختيار في طريقه الطهي. كاين اللي يحبها سائله وكاين اللي يحبها يعني طيبه بزاف، ولكم الاختيار. والنتيجه كما راكم تشوفوا هذه هي، يعني شابه حاجه خفيفه ظريفه لوجبه عشاء او غداء. تقدروا ترافقوها بسلطه خضراء او اي نوع من السلطات، تجي بزاف بنينه وبزاف سهله، خاصه للناس اللي عندهم ضيق في الوقت، يعني تجي بزاف خفيفه وبزاف بنينه. نتمنى انكم تجربوها، راح نذوقها لكم وتشوفوا، لاني انا صراحه حبيتها بزاف ونبغيها بزاف، ونتمنى ايضا نتوما تاني تبغوها وتحبوها كما انايا. اذا هذه هي الوصفه تاع اليوم، نتلاقاكم في ساعه الخير والى الملتقى ان شاء الله في وصفات من وصفات بيت حنونه. وما تنسوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد، لانه مهم، لانه في بعض من المشتركين ما مش وصلهم الفيديوهات نتاعي، فما عليكم الا الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. في امان الله، نتلاقاو في ساعه الخير والى اللقاء.